أعلنت شركة كيانون إيجي بوت الوكيل الحصري لعلامة سكودا في مصر عن سيارتها سكودا سوكالا موديل 2022 الهاتشباك بزيادة بلغت نحو 5000 جنيه مقارنة بأسعار الموديل السابق خلال سبتمبر الجاري. ووفقا للمعلن من قبل الوكيل المحلي، تقدم سوكالا بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 365 جنيه بدلا من 360 جنيه للفئة الأولى، 435 جنيه بدلا من 430 جنيه للفئة الثانية والأعلى تجهيزا. تعتمد سكالا على محرك سعة 1600 سي سي بقوة 110 حصان، عزم أقصى 155 نيوتن متر بين 3800 و4000 لفة بالدقيقة، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 نقلات، وتتسارع من الثبات حتى 100 كيلو مترا في ساعة خلال 11.8 ثانية قبل أن تصل لسرعة قصوى 188 كيلو مترا في ساعة. تستهلك سكالا في المتوسط 6.2 لتر من الوقود لكل 100 كيلو مترا. تقف سيارة سكودا الجديدة على عجلات رياضية قياس 16.17 بوصة، ويبلغ طولها الكلي 4.362 ملم وعرض 1.793 ملم، فيما يصل ارتفاعها 1.490 ملم، ومساحة التخزين الخلفية الشنطة 467 لتر مكعب. تمتلك النسخة المقدمة لعملاء سكودا في مصر من سوكالا بباق من مواصفات الأمان لحماية السائق والركاب في مقدمتها، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، بالإضافة إلى وسائد هوائية جانبية، أنظمة الفرامل المساعدة ATBS، نظام مراقبة الهواء بالإطارات، كاميرا للرؤية الخلفية، حساسات ركن خلفية وأمامية. وجهزت مقصورة سوكالا بمجموعة من التجهيزات أبرزها شاشة ترفيهية وسطية تعمل باللمس قياس 8 بوصة تدعم توصيل أبل كاور بلاد وتوصيل بواسطة USB، مقاعد كهربائية للسائق مدعمة بخاصية الذاكرة. سوكالا توفر راحة القيادة بتجهيزها بخاصية محدد ومثبت للسرعة، كما تمتلك السيارة فتحة سقف وشاحن لاسلكي لشحن الأجهزة الذكية. ووفقا للمعلن من الوكيل المحلي، تقدم سوكالا الجديدة بضمان 3 سنوات أو 100 ألف كم أيهما أقرب.